وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی میرا روبے سخن عزت ماب حضرت علامہ قاری جناب سعید صاحب ثاقبی دامت حیوزہم سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے فرض منصبی کو ادا کر کے مجلس کو معطر و مجلہ فرمائے جناب سعید جناب قاری سعید صاحب ثاقبی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله أكبر الله أكبر ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الله أكبر الله خبير بما تعملون الله أكبر
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الله أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. الله أكبر. والله الذي لا إله إلا هو
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا صدق الله.